إهداء من عذبة وسامية لأمهم الغالية أم يا مرحبا بالضيف والله يحييه إعداد ما هلت مزون الخيالي باسم أم محمد يا هلا ونغلي عند الرجال اللي لها صيت عالي عند الرجال اللي لها صيت عالي يا مرحبا بالضيف والله يحيي إعداد ما هلت مزون الخيالي يا مرحبا بالضيف والله يحيي إعداد ما هلت مزون الخيالي باسم أم محمد يا هلا با ونغلي عند الرجال اللي لها صيت عالي مبروك لمحمد عسى الله يهني في ليلة انت أسوى لها أحلى الليالي خواتها الزينة جنب حوالي اللي وصايفه ملاك الجمالي عذبة حلاك اليوم ربي محلي يا سرفة التوصيف بنت الرجالي يا سامية زينك بلا الاهتشابي ويا حور بين الناس عز الدلالي المالك من طيبة ذا عنابي يوم القنا ما ينطح إلا الجبالي هذا المطيري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي هذا المطيري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي يا مرحبا بالضيف والله يحيي إعداد ما هلت مزون الخيالي باسم أم محمد يا هلا با ونغلي عند الرجال اللي لها صيت عالي مبروك لمحمد عسى الله يهني في ليلة انت أسوى لها أحلى الليالي خواتها الزينة جنب حوالي اللي وصايفه ملاك الجمالي عذبة حلاك اليوم ربي محلي يا تربة التوصيف بنت الرجالي يا سامية زينك فلا الاهتشابي ويا حور بين الناس عز الدلالي المهلكي من طيبة ذا عنابي يوم القنا ما ينطح إلا الجبالي هذا المطيري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي هذا المطيري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي يا مرحبا بالضيف والله يحيي إعداد ما هلت مزون الخيالي باسم أم محمد يا هلا با ونغلي عند الرجال اللي لها صيت عالي مبروك لمحمد عسى الله يهني في ليلة انت أسوى لها أحلى الليالي خواتها الزينة جنب حوالي اللي وصايفه ملاك الجمالي عذبة حلاك اليوم ربي محلي يا تربة التوصيف بنت الرجالي يا سامية زينك فلا الاهتشابي ويا حور بين الناس عز الدلالي المهلكي من طيبة ذا عنابي يوم القنا ما ينطح إلا الجبالي هذا المطيري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي هذا المطيري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي يا مرحبا بالضيف والله يحيي إعداد ما هلت مزون الخيالي باسم أم محمد يا هلا با ونغلي عند الرجال اللي لها صيت عالي مبروك لمحمد عسى الله يهني في ليلة انت أسوى لها أحلى الليالي خواتها الزينة جنب حوالي اللي وصايفه ملاك الجمالي
حلك اليوم ربي محلي يا ترفة التوصيف بنت الرجال يا سامية زينك بلا الاهتشابي ويا حور بين الناس عز الدلالي المهلك من طيبة ذا عنابي يوم القنا ما ينصح إلا الجبالي هذا المطري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي هذا المطري والعزاوي تنادي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي أفعالهم تاريخ يا طيب فالي وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد.